الصورة اللي معانا النهاردة واللي مفيش غيرها ينفع يكون معانا هي صورة ميسي بطل العالم، هو بيرفع كاس امبارح. بس مش ده اللي لفت انظارنا للصورة، لكن اللي لفت نظرنا هو رفع ميسي للكاس وهو لابس البشت القطري او البشت الخليجي العربي اللي بيعتبر ارث وهوية الشخصية العربية، وبيلبسه كبار القوم او المسؤولين الكبار في المناسبات الكبيرة. ودي كانت مكافأة عظيمة من قطر انهم يكونوا حريصين على ان ميسي يرتدي البشت في حدث كبير زي ده، لان ما فيش شك ان الصورة دي للتاريخ لانها هتلف العالم كله ويتعلق عليها وتفضل في الذاكرة. لقطة ذكية جدا 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 من قطر، وبجد تحترم، شابوه. دي حقيقة. خلينا نقول انه قطر ما فوتتش لحظة واحدة من اول البطولة لحد دلوقتي في التأكيد على الهوية العربية، نجحت في استضافة نسخة تاريخية ما تتنسيش من مونديال كرة القدم، نسخة كانت مليئة بمفاجآت وإثارة وأحداث مهمة عشان تتحول لأنها تكون مصدر إلهام لنا ولمليارات الأشخاص من العالم العربي والشرق الأوسط والعالم كله. قطر يا جماعة نجحت في كسر الفجوة بين الشرق والغرب باستضافتها لبطولة كأس العالم، كان في استعراض جميل جدا لثقافتنا وتراثنا وعاداتنا، وعلى الصعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي كان ليها وهيكون ليها دور مهم جدا في الفترة اللي جاية، لأنهم أكدوا بكل بساطة على أن العرب قادرين يحققوا ويعملوا أي حاجة زيهم زي الغرب واحسن منهم. يعني في ناس كتير اتكلمت ان نسخه كاس العالم السنه دي احسن بكتير من النسخه السابقه، فمونديال استثنائي. شكرا قطر على استضافه كل عدد مهول من الناس وجنسيات مختلفه بدون مشكله واحده.